المستشار وديع حنا الأمين العام للجنة الوزارية لحصر وإدارة أموال الإخوان هو ضيفنا النهاردة. كنا بنتكلم عن الجمعيات، لكن اسمحوا لي أن أنا أرى لكم الخبر الذي ورد إلينا منذ قليل، وهو عن تجمهر عدد من المتظاهرين الإخوان أمام أو حول منزل المستشار حسين أنديل عضو اليمين في محاكمة مرسي بالدقهلية في محاولة لإرهابه. سيادة المستشار ليس في منزله بالدقهلية، هو موجود في القاهرة، ولكن التجمهر من جماعة الإخوان الإرهابية كان لعدد من يعني لمدة من الوقت حتى حول منزله ومنزل أسرته. الأسرة موجودة في منزل الدقهلية، لكن قوات الأمن استطاعت أن يعني تفض هذا التجمهر. هذه محاولة أخرى يائسة لإرهاب القضاء، لكن هؤلاء القضاء لا يخشون في الحق لومة لائم، هم قضاة مصر ثابتين على مواقفهم، وربنا يحميهم ويحمي أسرهم بإذن الله. سيادة المستشار، يعني لما بتسمع كده وحضرتك يعني مستشار أيضا، تشعر بإيه؟ أشعر أن العدالة في ظل هذه الأمور تواجه إرهاب. يعني طبعا يعني لما يكون قاضي لا غير آمن في منزله على أهل بيته وعلى أولاده، في تأثير على يعني قدرته على التعامل مع القضاء مع القضية. ولكن القضاء المصري دائما ما يواجه مثل هذه الصغائر، ودائما ما يستطيع أن يتغلب عليها، لأنه دائما عندما ينظر القاضي في أي قضية ويجلس على المنصة لا يعني يتذكر إلا ربنا سبحانه وتعالى وما يفصل فيه والأوراق المقدمة أمامه، دون أن يخشى لا على حياته ولا على حياة أسرته ولا على ماله، فقط يعني يعقد النية ويتوكل على الله. نرجع تاني للجمعيات. هناك مراكز حقوقية، هذه المراكز أسست كشركات لا يراقب عليها لا وزارة التضامن ولا يراقب عليها إلا الضرائب. هي مراكز حقوقية أسست، مش عايز أقول بالمخالفة والقانون، ولكن بشيء من كان هناك تضييق في قانون الجمعيات، وبالتالي كانت تؤسس كمراكز حقوقية، منها مثلا سواسية والشهاب وغيرها. المراكز دي هتعملوا فيها ايه؟ هو اذا ما كانت هذه المراكز ينتمي اليها اعضاء من جماعة الاخوان فان الحكم سوف يكون محلا للتطبيق عليها، ولكن هيكون محل لتطبيقه وفقا لاني تصنيف، هل لتصنيف انه هذا الشخص هو متحفظ عليه، ولا اذا كانت هذه الشركة متحفظ عليها. اذا كان هو انشأ هذا المركز الحقوقي، وانا بتكلم هنا بصفة عامة لان ما اعرفش الاسماء، يعني مثلا سواسية دي كان عضو من او رئيس مجلس ادارتها محمد عبد المقصود، محمد المقصود من ضمن الاسماء المتحفظ عليهم، فاذا عبد كان عبد المنعم عبد المقصود يعني هو من ضمن محامي الاخوان، من ضمن الاسماء ال 570 متحفظ عليهم. اذا ما كان هذا الاسم متحفظ عليه، فان الشركه كشركه او كمركز حقوقي احنا قلنا احنا ما زلنا بنفحص، اصل دي بنت عم الجمعيه دي مش شركه، بقى هتبان في انها في السجل التجاري، هتظهر كشركه مساهمه صح في السجل التجاري، واحنا قلنا احنا لسه مساله الشركات هي محل دراسه وفحص. لكن هيظل الاشخاص المنتمين الى الجماعه والذين يديرون هذه المراكز الحقوقيه اذا ما كانوا من ضمن الاسماء التي تم موافاه اللجنه بها هيكون متحفظ عليهم، بس ستمارس عملها، بمعنى ان سواسيه ده مركز كان واخد 5000 تصريح للرقابه على الاستفتاء، هيكمل بقى يراقب على الاستفتاء لانها شركه او مركز حقوقي وليس جمعيه. انا عندي هنا مشكله، احنا عندنا المركز الحقوقي هنا واخد في التصنيف ان هو شركه، ماليش دعوه ان نشاطه بيمارس اعمال تتعلق بممارسه الاشراف على الانتخابات او ما يتعلق بالامور المتعلقه بالمراكز الحقوقيه. انا قدامي كتصنيف القانوني ان هو شركه مساهمه، هذه الشركه المساهمه اذا ما كان ينتمي اليها او يديرها احد اعضاء جماعه الاخوان فهي سوف تكون محلا لتطبيق الحكم. يعني هذا هو المعيار، احنا كمان معيار قانوني واضح. طيب يبقى انا الحقيقه بتوجه هنا للساده في وزاره التضامن، اللي هو ان يجب ان يلحظوا ان هناك بعض المراكز الحقوقيه التي تم تاسيسها طبقا لقانون الشركات وليس طبقا لقانون الجمعيات الاهليه. هذه المراكز قد تلاقيها موجوده تاني في لسته الرقابه على الانتخابات لانها شركه وليست جمعيه، ممكن ما تجيلكش في قائمه الجمعيات. هنا مهم جدا يا جماعه ان احنا نلحظ، انا عارفه ان في خوازيق كتيره يعني، لكن يجب ان نلحظ كل هذه الفخاخ. وبوجه كلامي للسيد وزير التضامن الاجتماعي، سواسية والشهاب يجب ان نلحظ هذه المراكز. المدارس، ملف المدارس، وصلنا لكام مدرسه وعملتوا فيها ايه؟ عندنا 87 مدرسه، برضو كان الضابط في عملنا عند التحفظ عليها الا يدار الطالب في سير العمليه التعليميه، الا يدار المدرس في تقديمه للخدمه التعليميه والحصول على راتبه، وايضا
الحسم مع هذه المدارس التي خالفت المنظومة التعليمية المصرية. فكان التحفظ على 87 مدرسة تم موافاة اللجنة بيها من قبل الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية ممثلة في وزارة التعليم. هل عندكم تظلمات؟ عندنا طبعا تظلمات، هي لسه كلها من المدارس عندنا تظلمات، عندنا 29 تظلم. 29 تظلم دول تظلمات أشخاص، قالوا احنا مش من ضمن جماعة الإخوان، أو في حالات تشابه في الأسماء، وبالفعل في حالات تشابه، يعني الاسم حضرتك عارفة الأسماء في مصر كثيرا ما تتكرر، فهناك رفع لثلاث أسماء من ال 29 و 26 تظلم الآخرين جاري فحصهم ودراستهم. بتعملوا إيه بقى في المدارس؟ كيف تدار هذه المدارس؟ يعني كي لا يدار الطالب ولا يدار المدرس وغيره؟ هو ملف إدارة المدارس نظرا لتخصصية الأمر أوكل إلى وزارة التربية والتعليم، ولكن إحنا كان عندنا الضابط الأساسي أو الرؤية الأساسية سير العملية التعليمية وتنقيتها من المخالفات التي شابتها التي أدت إلى صدور قرار التحفظ عليها. زي ما سبق وقلنا برضو أن كان في ضمن هذه المخالفات أن مسألة تحريف بعض المناهج زي التربية القومية التربية الوطنية، كان هناك تحريف بعض المناهج ده وفقا لما أفادتنا به المدير مدير التفتيش المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم أستاذ أحمد حلمي. أيضا هناك حالات كان تم رصدها من قبل التفتيش المالي والإداري بتدريس مناهج تعرف بمناهج الإرشاد للصف الأول ابتدائي والإرشاد الرشاد للصف الأول ابتدائي والرشاد للصف الثاني ابتدائي، وهناك برضو بعض الرصد الأمني لبعض الكتب باللغة الإنجليزية درست مدارس اللغات، يعني تشجع ما حدث في اعتصام الاعتصامين الشهيرين رابعة والنهضة. هناك العديد من المخالفات، عدم الالتزام بالنشيد الوطني، تحريف النشيد الوطني، كل هذه المخالفات هي كانت من ضمن المخالفات التي قدمتها الأجهزة التنفيذية إلى الأجهزة الأمنية، ومن خلال هذا التنسيق تم تحديد 87 مدرسة اللذين عرض على اللجنة فاتخذت قرار التحفظ بشأنه. والمدارس دي طبعا زي ما عرضنا القائمة موجودة في كل أنحاء الجمهورية. عظيم. يعني هم في أغلب المحافظات الجمهورية، هم 87 مدرسة منتشرين في طبعا الأغلبية في محافظة القاهرة والجيزة، ولكن هناك أيضا مدارس في الفيوم وفي سوهاج وفي المنصورة وفي الشرقية، يوجد عدد من المدارس. الحقيقة أنا لاحظت لو رجعت للجمعيات تاني لاحظت إن كثير أغلب يعني 50% أو أكتر شوية من هذه الجمعيات أسس بعد 2011. صحيح. يعني لو كانوا 1055 أعتقد كانوا 500 وحاجة. العدد يقارب هذا فعلا. هو إحنا عندنا في مصر ما يقرب من حوالي 47 ألف جمعية خيرية. اللي إحنا تحفظنا منه فقط 1055، يعني حتى برضو عشان يبقى إيه ما يقالش أن المنظومة الخيرية في مصر أو منظومة تقديم العمل الخدمي في مصر تأثرت بالتحفظ عليها، لا إحنا هو 47 ألف جمعية إحنا تحفظنا فقط على 1055 وأصبحوا فيما بعد 1052. الـ بالفعل الملحوظة حضرتك رصدتيها هي ملحوظة صحيحة بنسبة 100% أنه أغلب الجمعيات أو عدد كبير من الجمعيات تم تأسيسها في هذا العام، وتم تأسيسها برضو في غيبة من الالتزام بالقانون، يعني في عديد من الجمعيات لم تكن تلتزم بالقانون الجمعيات التي كان يتعين عليها أن تلتزم بها. ومن هنا كان مثلا إمكانية قرار وزير التضامن الاجتماعي عندما حل جمعية الإخوان المسلمين اعتمد في قراره في حل هذه الجمعية على أنها جمعية خالفت قانون الجمعيات الصادر في عام 2002، وكان قرار الحل. هل لقيتوا مخالفات جسيمة بمعنى أن مثلا في جمعية أنا سمعت أن وجد فيها سلاح، جمعيات يعني تمول تستخدم الأطفال لي في وقت رابعة وكذا، يعني هل لقيتوا مخالفات جسيمة في هذه الجمعيات؟ هو إحنا لا نفحص الجمعيات. إحنا يعني نؤكد على دورنا كلجنة، نحن نقوم بحصر أموال الجمعيات التي تباشر النشاط لصالح الإخوان. هذا بطبيعة الحال كان لازم نعرف عشان ناخد قرار التحفظ ليه الجمعية دي إحنا متحفظ عليها. فكان هناك رصد من الأجهزة الأمنية أن بعض هذه الجمعيات، منها جمعية في بني سويف كما سبق وأن ذكرنا، كانت تقوم بدور مخزن السلاح في بعض الأحيان، كان هناك جمعيات تقوم باستخدام الأطفال، يعني وده دي جريمة في قانون التجافل البشر، دي جريمة أن أنا أستخدم الطفل أنا معني برعايته في غير الأجواء الطبيعية التي يتعين أن يكون فيها الطفل. هذه المؤشرات التي كانت لدينا ولكن احنا ما رصدناهاش، يعني احنا كدور كاللجنة ما كانش لينا دور التتبع المخالفة، لكن كان يتعين علينا ان احنا نعرف المخالفة عشان نقول ايوه احنا هناخد قرار التحفظ.
فزي ما حضرتك قلتي احنا لما عرض علينا هذه الامور ان هناك جمعيات تخزن مثلا السلاح في بني سويف لاحدى هذه الجمعيات، وان هناك جمعيات اخرى تباشر نشاط لصالح جماعه الاخوان على شكل يكدر السلم والامن العام في مصر، كان القرار بموافقه الاجهزه الامنيه فيما انتهت اليه من ان هذه الجمعيات هي جمعيات يتعين ان هي تقع تحت طائله الحكم. هل بتفكروا توسعوا دائرة العمل للأموال في الخارج ولا ده صعب؟ مسألة أول حاجة يعني هي الحكم لما يصدر، احنا برضو نرجع تقول احنا بننفذ حكم قضائي صادر من محكمة مصرية، هناك ما يعرف بالولاية القضائية في مصر. الولاية القضائية أن الأحكام القضائية المصرية لا تطبق إلا في نطاق الحدود القطر المصري، ولكن إذا ما كنت أنا معني بتطبيق الحكم على سين، هذا السين إذا ما كان يمتلك أموال في الخارج فإن الحكم هنا حيمتد لشخصه بما يمتلك من أموال سواء في الداخل أو في الخارج. ما زالت الأجهزة المعنية بتعمل على ده، يعني إحنا لسه ما فيش تتبع للأموال، وكان في تصريح النهاردة صدر من مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولي أن يعني ما زالت الأمور ما تطرقناش فيها إلى ما ممتلكات الأشخاص الذين يصح أن يطبق عليهم الحكم في حساباتهم في الخارج. هل يعني في رأيك القانوني هذا بصراحة ينتظر حكما على هؤلاء في القضايا اللي هم متهمين فيها؟ يعني هم متهمين، بعضهم متهم بالتخابر، بعضهم متهم بالإرهاب، بعضهم متهم بالتحريض، القتل وغيره، وهي قضايا كبرى. يعني هل لو صدر حكم على على هؤلاء يمكن يسهل الامور شويه ولا؟ طبعا من الصعب ان احنا نتحدث عن قضايا بعينها منظوره امام المحاكم، فدايما عند القاضي حرج الحديث عن دعاوى ما زالت منظوره. فلكن خلينا نعمم المثل حتى استطيع الرد. احنا لو قلنا ان الحكم موجود دلوقتي، هل يصلح للتحفظ على اموال المصريين الموجودين داخل مصر الموجوده في حساباتهم في الخارج؟ نعم، الحكم بحالته الحاليه يصلح. هل الأحكام الجنائية عندما تصدر على متهم في قضايا جنائية هل من خلالها نستطيع أن نتتبع أمواله في الخارج؟ نعم، إذا كانت العقوبة تشمل المصادرة. هناك جرائم لا تشمل المصادرة، مثلا جريمة القتل لا يكون هناك جريمة للمصادرة، ولكن جرائم الإرهاب فيها مصادرة. جرائم الإرهاب وفقا لقانون العقوبات، جريمة الإرهاب وتمويل الإرهاب هي جريمة يكون محل الحكم فيها المصادرة للأموال التي استخدمت في تمويل هذا النشاط الإرهابي. إذا ما كان هناك حكم بالمصادرة في واقعة تتعلق بواقع الإرهاب، تستطيع السلطات التنفيذية في مصر في تنفيذ هذا الحكم على الشخص وعلى أمواله الموجودة في الخارج. فنحن في خيارين صالحين للتطبيق على الأموال الموجودة في الخارج. طب إذا كنا يعني حتى في أموال مبارك وكل من تبعه في هذا المجال ما وصلناش غير لبعض التحفظات على الأموال في الخارج فقط، نعم، ما كانش في أي حاجة لا في مصادرة ولا في استرداد ولا في شيء، وقانونا أعتقد أن مش هنوصل لأي حاجة لأسباب كثيرة، لكن حضرتك في رأيك القانوني نستطيع ان احنا نتتبع هذه الاموال؟ نعم نستطيع طبعا. يعني هو اول حاجة هنا تمويل يعني فكرة تمويل الارهاب بقى هنا تكون اقوى ربما من قضايا الفساد. بالعكس، احنا عندنا اتفاقية اممية بتحكم في مسألة الفساد وبتنظمها، وبتنظم مسألة استرداد الموجودات العائدة من مكافحة الفساد، هي اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ويعني هذه اتفاقية هي موقعة عليها مصر ومصدقة عليها في 2005. أيضا عندنا اتفاقية أممية تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ولدينا لجنتين يعني يعملها بشكل رائع جدا، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من خلال هاتين اللجنتين نستطيع وبقوة أن كل قرش خرج من مصر بدون وجه حق سواء تعلق بجريمة فساد أو تعلق بجريمة تمويل الإرهاب نستطيع أن نسترده. المشكلة كانت عندنا أن إجراءات الاسترداد بتاخد وقت بتاخد فلوس وبتحتاج إلى كثير من الجهد، وعشان كده إحنا كانت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد كانت مقترحة، كان معالي وزير العدل الجليل المستشار عادل عبد الحميد اقترح أن يكون هناك آلية جديدة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نستطيع من خلالها استرداد الأموال بإجراءات ميسرة وبدون تكلفة على الدولة الطالبة، اللي هي فكرة أن أنا ألجأ إلى أسلوب الوساطة عن طريق مكافحة الفساد أو أمانة الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد. إحنا عندنا آليات وعندنا القدرة على هذه المطالبات،
وإذا ما علمنا أن دولة مثلا زي الفلبين قعدت 20 سنة عشان تسترد عائدات الفساد اللي كانت في أنظمتها، إذا عديد من الدول كانت بتاخد وقت كبير. المشكلة كلها أن إحنا عندنا مراحل في الاسترداد. أولى هذه المراحل طلب التجميد، طلب الكشف، أن أنا أطلب من الدول أنها تكشف لي إيه هي الفلوس اللي عندها. ده بياخد وقت وبياخد إجراءات. المرحلة الثانية مرحلة طلب التجميد، أنا بعد ما أكشف أو لو جمد لي، هنا أنا هضطر أنتظر إلى صدور أحكام جنائية أو نهائية بتة علشان أقدر أخد هذا الحكم وأسترد به موجوداتي اللي أنا جمدتها. ده كله بياخد وقت، لكن إحنا عندنا من الخبرات القضائية والتنفيذية والدبلوماسية القادرة على استرداد الأموال بشقيها، سواء تلك التي تعلقت بتمويل الإرهاب أو هذه التي تعلقت بجرائم الفساد. طيب أرجع تاني للقائمة، لقائمة الأشخاص، يعني لو تقول لنا مين من الأشخاص، يعني احنا سمعنا أسامي كتيرة كده سيادة المستشار، يعني طبعا عرفنا خيرت الشاطر، حسن مالك، مين تاني؟ يعني قول لنا بعض الأسماء اللي هي تم التحفظ عليها. يعني هو يعني برضو تأكيد على هذا أمر كما صرح معالي المستشار رئيس اللجنة، القاضي لا يقف كثيرا أو يعني لو حضرتك كنا نعرف أن هذا السؤال هيبقى مطروح كنا جبنا القائمة وتحدثنا منها، لكن إحنا ما بنقفش كثيرا عند الأسماء، إحنا بنشوف هل هؤلاء الأشخاص عليهم من الأدلة التي تقنع اللجنة أنهم مستحقين للتحفظ، درجة انتمائهم للكادر ايه للتنظيم الجماعه. فاحنا زي ما قلت لحضرتك احنا كان مثلا اهتمامنا ان احنا نتحفظ اولا على اعضاء مكتب الارشاد، ثم اعضاء مجلس شورى الاخوان، ثم الكوادر الهيكليه في القاهره والجيزه، ثم الكوادر الهيكليه للتنظيم في المحافظات. ويسبقهم كلهم مرسي طبعا باعتباره احد اعضاء المنتمين للجماعه، يعني ليس باعتباره انه حاكم حاليا في واقعه اخرى، ولكن لانتمائه لهذه الجماعه. هل اسرته موجوده في هذا التحفظ ولا مش موجوده؟ يعني اذا كنا حضرتك هعرف ان هذا السؤال كنت جبت حضرتك الكشف، بس يعني ابنه موجود. اكيد هتعرف اسمه اسامه مش عارفه مرسي يعني محمد كذا مرسي، يعني اكيد حضرتك يعني لاحظت بعض الاسماء زي زهراء الشاطر كده. لاحظنا طبعا بروحك، بس في اسماء علقت في ذهن الواحد واسماء اخرى يعني لا مرسي يعني معلقوش في ذهن حضرتك يعني معلقوش لا يعني فكره انه ان الناس بتوزع فلوسها على اولادها وبتوزع فلوسها باسماء اخرى وباسماء، وبعدين كانوا شركاء بعض، يعني حسن مالك وخيرت الشاطر وغيره كانوا شركاء في كثير من الشركات مع بعض. ده يسر في مساله عمل اللجنه، لان هو اذا ما كان الشراكات مع اخرين من غير المنتمين لأعضاء الجماعة جايز كان بقى فيه صعوبة في حصر هذه الأموال، لكن يعني لأن يعني الحكم كان واضح جدا فكان تطبيقه أيضا يسير جدا، أن المنتمين إلى هذه الجماعة بما أنهم يتعاملوا مع بعض فكان هناك سهولة في حصر هؤلاء الأشخاص. هل جات لكم تظلمات من الأشخاص؟ ورد بالفعل، جالنا حوالي 6 تظلمات من الأشخاص، في ثلاثة يعني تم فعلا رفع أسمائهم لأن هي كانت أسماء متشابهة يعني، وفي أسماء كانت أعضاء في كادر التنظيم، أنا مش متذكر الاسم حقيقة، ولكن أحد الذين تظلموا أو تقدموا بتظلم إلى اللجنة قرر أنه لا ينتمي إلى الجماعة وأنه قد استبعد من تشكيل هيكلها الأساسي في 2009، ولكن بمراجعة الأجهزة المعنية تبين أنه عضو في مكتب الإرشاد الحالي. بيحاول كمان يعني هو نصب للاخر يعني مش ممكن كذب للاخر. مرحلتكم القادمه ايه يا سياده المستشار؟ اللجنه ما زالت في مرحله الحصر، ونحن نقول ان في اعداد كبيره جدا من الاشخاص المنتمين للجماعه اللي ما زالت بتدرس او اوضحهم، ما زالت حصر الممتلكات سيما العقاريه منها، لان بقول حجم العقارات قد يكون كبير. المرحلة الأخرى استمرار حصر الممتلكات لأعضاء هذه الجماعة تنفيذا للحكم، وأيضا مباشرة السير العمل في المدارس وفي الجمعيات من خلال لجنة معنية بالإدارة ومن خلال الوزارات المعنية بالإدارة، زي ما أقول حضرتك مثلا ملف الجمعيات أوكل لوزارتين، ودي حقيقة كانت من ضمن الأمور الهامة جدا أو الكويسة جدا، أن وزارة التضامن الاجتماعي تتولى العمل الخدمي في الجمعيات، ووزارة الصحة تتولى العمل الطبي الذي تقوم به هذه الجمعيات لضمان جودة الخدمة المقدمة.
أيضا وزارة التعليم حاليا بتقوم بتشكيل لجان لإدارة هذه المدارس، إدارة فنية سليمة تتسق مع أنشطة المدارس، لأن احنا إذا ما علمنا أن هناك عدد من المدارس هي مدارس أجنبية فيها آي جي وفيها أمريكان، وهي ذات إجراءات خاصة في تسجيل الامتحانات وتسجيل الطلاب، فكان هناك أيضا تفكير في الاستعانة بالتعليم الخاص أو بأحد المسؤولين عن التعليم الخاص لضمان مستوى الخدمة التي تقدم في هذه المدارس، وحتى لا يتأثر كما شدد علينا رئيس اللجنة في بداية عملنا أنه لا يدار طالب يتلقى الخدمة التعليمية في هذه المدارس. هل ممكن تضاف مدارس أو تضاف جمعيات ولا خلاص دي قائمة النهائية؟ ما زالت الأجهزة الأمنية تعمل على قدم وثاق لحصر كافة الذين ينطبق عليهم الحكم، سواء من أشخاص أو من شركات أو من جمعيات أو من مؤسسات يديرها أحد أعضاء جماعة الإخوان أو تدار لصالح جماعة الإخوان. بعد مرحلة التحفظ تأتي مرحلة إيه؟ تأتي مرحلة الإدارة، وهي أهم مرحلة، ومرحلة الإدارة دي مرحلة هتستمر لحين صدور أحكام جنائية نهائية باتة وفق المنطوق الحكم، أحكام جنائية نهائية باتة تحكم بمصادرة هذه الأموال. لأن هناك فكرة غالبة وجدتها لدى العديد من الإعلاميين أن الفلوس دي هتقول للدولة، لا، هذه الأموال لن تقول للدولة في الوقت الراهن. إحنا كل اللي إحنا عملنا عليه ضمننا أن هذه الأموال لا تبدد ولا تهرب لآخرين. بس معلش أنا هقف هنا شوية، حضرتك بتقولي إحنا بنتكلم على منطوق الحكم بالمصدر بالتحفظ على أموال الإخوان وحل جماعة الإخوان والكلام أو جمعية الإخوان، هنا بقى الأحكام الباتة في إيه؟ في كل اللي هم بيتحكموا عليه؟ بالظبط. بس حضرتك قلتلي إن بعض الأحكام ليس فيها مصادر. إذا ما كان هناك محل للمصادرة، يعني هو الحكم قال إيه؟ حكم المحكمة القانونية المستعجلة إيه؟ قال إحنا هنمنع الناس دي من التصرف في فلوسها، بس لحد إمتى؟ لحد ما تصدر عليهم أحكام جنائية نهائية باتة وتشمل فيما تشمله حكم بمصادرة هذه الأموال. أيوة، بس مثلا حكم التخابر مثلا أو قضية القتل زي ما حضرتك بتقول، ليس في عقوبتها مصادرة. عظيم، لكن هناك جرائم أخرى حتكون محل أو يعني من المنتظر أن يكون فيها مصادرة، زي بقول حاجة مثلا الجرائم المتعلقة بالإرهاب، زي جرائم التخابر. هذه الجرائم كلها جرائم، وده في عموم القانون، أنا أتحدث عن حالة بعينة، ولكن في عموم القانون محل الـ أو منطوق الحكم وفقا للقانون العقوبات سوف يكون هناك حكم بالمصادرة. فهنا كان حكم قرار أمم مستعجلة أن ماذا عندما تصدر هذه الأحكام بالمصادرة فتأتي الدولة لمصادرة المال فلا تجد شيء. يعني هي دي العلة أو المدارس بتديرها وزارة التربية والتعليم. صحيح. الجمعيات ما بين وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي مع مشاركة الجمعيات المجتمع المدني. وده كان في اجتماع حصل اليوم مع فضيلة المفتي علي جمعة وعدد من رؤساء الجمعيات، يعني ده جاز أول مرة نعلن عن هذا الأمر، ولكن هناك حدث اجتماع أن احنا كيفية الاستفادة من قامات قائمة بأعمال الخير منذ فترة وعلى رأسها فضيلة الإمام فضيلة المفتي علي جمعة علي جمعة، أنها كيف نستخدم هذه الكوادر القادرة على إدارة العمل الخيري في إدارة هذه الجمعيات والشركات. ورغم أن أنتوا لسه ما أعلنتوش عن موضوع الشركات ده، لكن الشركات ممكن يتم التحفظ عليها وإدارتها بواسطة الدولة ولا بواسطة مين؟ هو هناك مقترحات، يعني الأمور يعني مش يعني إحنا كما تريثنا في الإعلان عما قمنا بإنجازه في شأن الأشخاص والجمعيات، فنحن أيضا نتريث في الإعلان عما تم في شأن الشركات. ولكن ثقي تماما حضرتك أن هناك تصور دائما لدى اللجنة في التعامل مع هذا الملف بجدية وبحسم وبما يضمن أولا وأخيرا صالح المواطن وتطبيق الحكم وتطبيق القانون. بشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار وزير حنا الأمين العام للجنة الوزارية لحصر وإدارة أموال الإخوان. بشكركم أعزائي المشاهدين، بكرة عيد الميلاد وهنحتفل مع كل المسيحيين بأعياد الميلاد إن شاء الله. عيد ميلاد آمن سعيد مبهج لكل الناس، وهستنى بقى كل أصحابي يبعتولي الكحك اللي بيبعتوه كل سنة. وبكرة أيضا هكلمكم على رؤساء الجامعات الإخوان. النهاردة رئيس جامعة اسكندرية استقال من الحرية والعدالة، فاضل اثنين المنيا وبورسعيد، نكلمكم بكرة بقى عليهم. أشكركم وهذه لميس الحديد، تحييكم، صباح الخير.